السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري وان، أهلا بيكم. إزيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نشتغل مع بعض منهج الماث المقرر علينا السنة دي. منهج الماث يا جماعة هو امتداد اللي أنت درسته قبل كده في الميدل سكول. أنت دلوقتي بقيت في مرحلة تانية خالص اللي هي الهاي سكول، هتبدأ تدرس الماس بالتفصيل. انت قبل كده كنت بتاخد الماس عبارة عن الجبرا، جيومتري، بعض الدروس الخاصة بمنهج الاستاتستكس، ولكن في الثانوي الموضوع يعني اطول شوية، مش صعب ولا حاجة، هو تكملة للي انت درسته قبل كده. يعني لو انت متأسس كويس بإذن الله ان شاء الله في الميدل سكول اللي هي مرحلة الاعدادي، ان شاء الله المنهج في الثانوي هيبقى بالنسبة لك في منتهى الجمال. لو في بعض المشاكل مثلا اللي عندك في، وليكن مثلا في اي كورس من الكورس اللي انت كنت تدرسها قبل كده، وليكن الالجبرا مثلا او الجيومتري، فاحنا ان شاء الله هنعوض اي حاجه ناقصاك باذن الله السنه دي عندنا هنا في القناه. طبعا في البدايه احب طبعا اعرفكم على المنهج اللي احنا هنشتغل السنه دي عليه. احنا عندنا الماث دلوقتي بقى عندنا ورقه امتحانيه واحده. انت كنت الاول بتمتحن الالجبرا في يوم والجيومتري في يوم، لا المات خلاص السنه دي احنا عندنا فيه 3 برانشز. البرانش الاولاني عندنا فيه الجبرا، عندنا فيه جيومتري، عندنا فيه تريجنومتري. بالنسبه للالجبرا احنا عندنا تشابتر واحد بس، التشابتر ده فيه 6 ليسونز، يبقى انت عندك 6 دروس بس في منهج الالجبرا. بالنسبه للجيومتري احنا عندنا 2 تشابترز، في شابتر بيتكلم على حاجه اسمها السيميلاريتي، وانت درست قبل كده جزء كبير جدا تقريبا في جريد 8 على السيميلاريتي. الجزء الثاني او تشابتر 2 بيتكلم على البروبورشناليتي ثيرمز ان ذا تريانجل. بالنسبه للتريجنومتري شابتر واحد بس زي الالجبرا بالظبط، برضه في تقريبا 6 ليسونز، وهو ده الكونتنت بتاعنا السنه دي، ده المحتوى اللي عندنا في جريد 10. طبعا مش محتاج بقى اقول لك ان الموضوع يعني في منتهى الأهمية، خلاص الماث بقى تراكمي. لو أنت إن شاء الله هتكمل علم رياضة لازم تبقى أنت فاهم الكورس بتاعك كويس جدا. حتى لو أنت مش هتكمل علم رياضة، أنت بعد ما بتخش الكلية ساعات بعض الكليات زي التجارة مثلا، لو أنت أدبي بتلاقي موجود فيها رياضة بحتة. الرياضة البحتة دي لازم تكون متعلقة باللي أنت درسته قبل كده في منهج الثانوي، فبالتالي انت لازم تتأسس في الماث كويس. احنا هنعتمد هنا في القناة ان انت تفهم الكورس بتاعك كله، مش عايزين نحفظ حاجة. طبعا الماث كله السنة دي هيبقى عبارة عن ورقة امتحانية واحدة فقط، يعني انت هتمتحن الماث اللي هم 3 برانشز اللي قدامك دول في يوم واحد. عشان كده محتاجين ان احنا نعمل ستريس كل فترة ونعمل ريفيجن كل فترة على الاجزاء ان شاء الله اللي هتتشرح بالتفصيل. هنبدأ النهاردة مع بعض منهج الألجبرا، هنبدأ مع بعض تشابتر 1 ليسون 1. في حاجات مهمة جدا انت درستها قبل كده هذكرك بيها في حلقة النهاردة. الدرس اللي هناخده النهاردة هو ما يعتبرش ليسون 1، احنا بنسميه البري ريكويرمنتس اون يونت 1. يعني في حاجة معينة، رولز معينة انت درستها قبل كده هراجع لك عليها النهاردة، ولو فهمتها كويس جدا انا ببشرك ان منهج الألجبرا بالنسبة لك خلاص انتهى. ازاي؟ ركز بقى معايا كويس قوي، والفيديو هيفضل موجود على اليوتيوب، وكل شويه هفكرك بالكلام ده في كل حلقه ان شاء الله ناخدها. احنا هنتكلم النهارده على how to solving the quadratic equation. كلنا درسنا الكوادراتيك ايكويجن قبل كده، اللي هي الايكويجن اوف ذا سكند ديجري، اللي هي اكس سكوير ماينس 1 ايكوالز 0 مثلا، كلنا عارفين نجيبها ازاي. ده موضوع درس النهارده، ومش عايز اقول لك ان الفايف ليسونز اللي جايين كلهم او 6 ليسونز اللي جايين كلهم معتمدين على حلقه النهارده. انا عشان اشتغل اي كوادراتيك ايكويجن عندنا طريقتين، في طريقه اسمها الجبريكالي ميثود وفي طريقه اسمها جرافيكالي ميثود. هنبدا مع بعض نشتغل الجبريكالي ميثود دلوقتي ونفهمها كويس قوي، وبعدين في الاخر ناخد الجرافيكالي ميثود. اي حلقه يا شباب بالنسبه لنا هنا على القناه هقسمها لك لجزئين، تو بارتس. بارت 1 بيتكلم على شرح الدرس كله، بارت 2 هنتكلم بقى على مسائل الام سي كيو فقط، لان طبعا الامتحان بتاعنا معظمه طبعا هيبقى ام سي كيو، وعندنا تقريبا 4 اسئله هيبقوا اي سي كويستشنز، الغالب عندك يبقى 28 سؤال ام سي كيو، فخلي بالكم معايا كويس قوي. طيب نبدا بسم الله يا جماعه. ليسون 1 هنتكلم على الكوادراتيك ايكويجن اللي هي اوف سكند ديجري. طبعا في منتهى البساطه كده هبدا الاول بالالجبريكالي ميثود، وكلنا عارفين الكلام ده وانتوا اكيد طبعا شطار ودرستوه قبل كده.
خلي بالك كويس قوي ان الكوادراتيك ايكويجن دي ليها طريقتين للحل او اكتر من طريقة. خلي دايما الكالكوليتر ده اخر ستيب عندك، مش هو الفيرست ستيب. لا اسمع كلامي عشان تتأسس كويس في الماث من اول طبعا جريد 10 وانت طالع. عشان اشتغل الكوادراتيك ايكويجن في طريقة الفاكتوريزيشن، وطبعا الفاكتورايزيشن كلنا درسناه قبل كده، اللي هو الديفرنس بين تو سكويرز، السم اوف تو كيوبس، او الديفرنس بين تو كيوبس، او ازاي نعمل فاكتورايزيشن بالكالكوليتر زي ما كلكم عارفين. في عندنا طريقه تانية اللي هي الجنرال فورمولا. الجنرال فورمولا دي احنا درسناها السنه اللي فاتت بالتفصيل، حد فاكرها يا شباب؟ ما شاء الله عليكم. ايوه كده، اللي هي الاكس ايكوالز نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اول اوفر 2 اي. عايز تشتغل بالفاكتورايزيشن ما عندناش مشكله، عايز تشتغل بالجنرال رول او الجنرال فورمولا، وانا بفضل لك طبعا الجنرال فورمولا لانها هتحل لك اي كوادراتيك ايكويجن زي ما هنشوف دلوقتي. طيب في البدايه تعالوا نفتكر مع بعض، لو عندي ايكويجن زي اللي قدامك دي، هنا بيقول لك فايند ان ار السوليوشن سيت للتو ايكويجنز دول اكس سكوير ماينس 5 اكس ماينس 6 ايكوال 0. عايزين نحل دي. سيب دلوقتي الكالكوليتر وتعالى اشتغل معايا. المفروض كنا بنعمل فاكتورايزيشن، كنا بنعمل اوبن تو براكتس، تو براكتس دول اكس سكوير اللي هي اكس باي اكس. طبعا ال 6 هتقول لي يا اما 2 باي 3 يا اما 6 باي 1. طب انا اخد دي ولا دي؟ انا عايز الديفرنس يبقى 5، يبقى هتقول على طول 6 باي 1. يبقى انت بتدور لي على تو نمبرز، البرودكت 6 والديفرنس 5، ف 2 باي 3 الديفرنس 1، انا عايز الديفرنس 5. اللاست لو نيجاتيف الجريتست ياخد زي الميدل والتاني ياخد عكسه الاوبوزيت. هنا عندك تو براكتس، يبقى انت هتقول لي اكس ماينس 6 مره ب 0، يعني الاكس هنا ب 6، اور هتبقى اكس بلس 1 هنا ب 0، هتبقى الاكس بتاعتك بنيجاتيف 1. وطبعا اور سوليوشن السوليوشن سيت اللي هو 6 اند نيجاتيف 1. هتقول لي ايه ده؟ هو ده عندنا السنه دي؟ ايوه ده عندك السنه دي. طب لو جاب لك سؤال زي اللي قدامك for x square equals 25، عندك اكتر من طريقة. ممكن اجيب ال 25 هنا واكولها بزيرو، وممكن اعمل divided by 4 للاتنين، يعني x power 2 هتبقى equals 25 over 4. وبعدين by taking ال square root ال both هيبقى ال x equals، اوعى تنسى ال positive or negative لل quadratic equation. ما هي quadratic equation دي يعني equation of second degree، يعني الباور بتاعك هيبقى 2، يبقى positive or negative root 25 over 4، يعني الاكس بتاعتك تبقى positive or negative 5 over 2، وهو ده solution set. يبقى تقول لي set of مره 5 over 2 ومره بنيجاتيف 5 over 2، كده انت خلصت سؤالك خلاص. ده اللي احنا كنا بندرسه قبل كده، ده اللي هنبني عليه النهارده ان شاء الله، او هنبني عليه في حلقه النهارده بالنسبه للدرس بتاعنا. طيب الدرس بتاعنا بيتكلم على الكوادراتيك ايكويجن، شكل الكوادراتيك ايكويجن ايه؟ الناس اللي ناسيه بقى، ادي يا سيدي الكوادراتيك ايكويجن اللي هي ax سكوير بلس bx بلس c ايكوالز 0. بس عندي شرط مهم قوي، ان الاي ما تبقاش بالزيرو. ليه؟ لان لو الاي دي بقت بزيرو بقت اسمها لينير ايكويجن، لان الاكس هتبقى باور 1. يبقى لازم اول حاجه عندي نيسيسري كونديشن علشان تبقى دي كوادراتيك ايكويجن، طبعا الكوفيشنت اوف اكس سكوير اللي هو الاي يبقى جريتر، سوري نوت ايكوالز 0. لازم الكوفيشنت اوف اكس سكوير يبقى نوت ايكوالز 0. جميل قوي. طيب مين الاي ومين البي ومين السي؟ الاي هنا اللي هي الكوفيشنت اوف اكس سكوير، البي هنا اللي هي الكوفيشنت اوف اكس، السي هنا احنا بنسميه، انت بتقول عليه نمبر، لا انت كبرت خلاص، اسمه الابسوليوت تيرم. اسمه ايه؟ اسمه الابسوليوت تيرم او الكونستانت، مفيش مشكله، بس الابسوليوت تيرم افضل. فلما ادي لك مثلا اكزامبل زي اللي قدامك ده كده، ركز معايا بقى كده. هنا ب 2 اكس سكوير بلس اكس ماينس 1، وطلبت منك الاي والبي والسي. اهم حاجه الموضوع مش بالترتيب، الاي الكوفيشنت اوف اكس سكوير، البي كوفيشنت اوف اكس، السي اللي هو الابسوليوت تيرم. يبقى الاي بكام يا ابطال؟ تمام ب 2، البي ب 1. جميل. والسي ليه 1 بقى؟ نيجاتيف 1، بتاخد الساين معاك. يبقى الاي ب 2، البي ب 1، السي بنيجاتيف 1. كمان واحده، لو قلنا 3x minus x square plus 2 equals 0، فين ال a وال b وال c؟ انا سامع واحد بيقول ال a ب 3، ال b ب negative 1، ال c ب 2. ردوا انتوا كده عليه. طبعا رونج، لان احنا قلنا ان ال a هو ال coefficient of x square. خلي بالك مش دايما هتجيلك مترتبه،
يعني الاكس سكوير هنا، يبقى الكوفيشنت اوف اكس سكوير نيجاتيف 1، يبقى الاي بنيجاتيف 1. البي كوفيشنت اوف اكس اللي هي 3، السي اللي هو الابسوليوت تيرم اللي هو 2. كمان واحده معلش اخر مره، 3 اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 1، يبقى الاي ب 3 تمام، البي ب 5، السي بنيجاتيف 1. جميل جدا. طب تعالى بقى نحل مع بعض اسئله على القصه دي. بص يا سيدي، هنا بيقول لك فايند ذا سوليوشن سيت للايكويجن دي. هتقول لي يا مستر طب ما انا اروح اجيبها على الكالكوليتر واخلص. كلامك مظبوط. طب ولو جات لك اي هتاخد زيرو، خلي بالك من الحاجات اللي بنقولها كويس. طب انا عايز اجيب السوليوشن سيت للايكويجن دي، اول حاجه طلع لي الاي والبي والسي. الاي هنا الكوفيشنت اوف اكس سكوير ب 1، البي الكوفيشنت اوف اكس ب 1، السي اللي هو نيجاتيف 6. يبقى 1 و1 ونيجاتيف 6، ادي الاي والبي والسي. وبعدين عندك طريقتين بقى، يا اما تشتغل بالفورمولا ودي اللي انا بفضلها عشان تنجز، يا اما تشتغل فاكتورايزيشن. انا هفضل الفورمولا الاكس ايكوالز نيجاتيف بي بوسيبل نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اول اوفر 2 اي. وقول معايا ما تسكتش، الاكس بنيجاتيف بي، خلي بالك يبقى نيجاتيف 1 اهي، يبقى دي نيجاتيف 1. بوسيبل نيجاتيف اكتبها زي ما هي، وادي السكوير روت البي سكوير البي ب 1 بتوين براكت باور 2 ماينس ال 4. الاي عندك بلاش تايمز، اعمل براكت افضل، يبقى الاي ب 1 والسي كمان بنيجاتيف 6 في براكت. كل الكلام ده اول اوفر 2 اي، يعني 2 ملتبلاي الاي اللي هي ب 1 بس كده. ما تكتبش الروت على الكالكوليتر، لان ساعات بيطلع الروت ده بالنيجاتيف فهيدي لك ماث ايرور وانت هتفكر انك حالل غلط. لا انت حالل صح، بس الكالكوليتر بيديها لك ماث ايرور. امال تعمل ايه؟ ما تكتبش الروت لو سمحت. براكت 1 باور 2 ماينس 4 تايمز 1 تايمز نيجاتيف 6 يطلع 25. يبقى الاكس ايكوالز نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 25 على 2 باي 1 ب 2. طبعا روت 25 ب 5 تبقى نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف 5 على 2. اقسمها 2 بقى، اعمل سبليتنج، اقسمها 2. مره تقول لي الاكس نيجاتيف 1 بلس 5 على 2، طبعا تطلع ب 2 لان نيجاتيف 1 بلس 5 4 على 2 تبقى 2. ومره نيجاتيف 1 ماينس 5 اوفر 2 تديك نيجاتيف 3، يبقى اور سوليوشن يبقى 2 ونيجاتيف 3. في حل تاني بالفاكتورايزيشن، بس مش كل مره تنفع فاكتورايزيشن. يعني لو هنا مثلا في 2 عمرك ما تعرف تجاوب الفاكتورايزيشن، الجنرال فورمولا تحلها لك من اول مره. طب لو عايز الفاكتورايزيشن برضه هتقول لي 2 براكتس اكس واكس، ال 6 انا عايز الديفرنس 1 يبقى 3 و2، اللاست نيجاتيف الكبير ياخد زي الميدل، يبقى الكبير بوزيتيف والتاني عكسه. لو اللاست بوزيتيف الاثنين زي الميدل، لو اللاست نيجاتيف تاني يبقى واحده واحده، بس الكبير ياخد زي الميدل. يبقى مره اكس بلس 3 ب 0 ومره اكس ماينس 2 ب 0، يبقى الاكس بنيجاتيف 3 والاكس ب 2، وهو ده السوليوشن سيت. طبعا الاثنين سيم انسر، يبقى ما عندناش مشكله ابدا. برضو ما زلت باكد ان الفورمولا اسهل لك بكتير جدا من الفاكتورايزيشن. طيب هنشوف برضو افكار كتيره جدا معتمده على الجزئيه دي، وعايزك تركز في الكلام اللي احنا بنقوله عشان احنا هنثبت الطريقه. هنا برضو بيقول لك فايند ذا سوليوشن سيت للايكويشن دي، اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 9 ب 0، وطبعا احنا شغالين في ار. هتطلع الاي والبي والسي زي ما اتفقنا، الاي عندك ب 1 البي بنيجاتيف 6 السي ب 9. الاي الكوفيشنت اوف اكس سكوير، البي كوفيشنت اوف اكس، السي الابسوليوت تيرم. الجنرال فورمولا اسمع، الاكس ايكوالز ايه؟ تمام، نيجاتيف بي بوزيتيف اون نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اول اوفر 2 اي. اعمل سبستيتيوشن، خلي بالك دي نيجاتيف بي والبي اصلا بنيجاتيف 6، يبقى نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف 6 على طول كده. اكتب بوزيتيف اون نيجاتيف روت، ما تقولش نيجاتيف 6 باور 2 كده، رونج، دي تطلع بنيجاتيف 36. حطها في براكت لو سمحت وقول لي او تو ذا باور 2. ماينس 4 الاي في براكت، حط 1 يا باشمهندس، والسي يا مسطول اوعى تنسى اللي هي ب 9. الكلام ده على 2 باي 1. هنا احسب اللي تحت الروت بس هيطلع ب 0، يبقى 6 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 0 على 2. طبعا روت 0 يبقى ب 0، يبقى 6 على 2 ب 3، يبقى السوليوشن ست طبعا هيبقى 6 3. عايز تعمل فاكتورايزيشن مفيش مشكله. طب لو عايز استخدم الكالكوليتر يا مستر، خلاص اعمل لي مود 5 3. وفي بعض الكالكوليترز اللي هي مود 5 1 لازم يطلع عندك على السكرين اي بي سي، خلاص اهو يطلع اي بي سي كده. ظهرت عندك اي بي سي، يبقى دي الكوادراتيك ايكويشن بتاعتنا.
ال A عندك ب1 اكتب لي هنا 1 equals اكتب 1 هنا. ال B بنيجاتيف 6 اكتب نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 equals. ال C ب9 اكتب 9 equals. equals تاني هتقوم طالع معاك 3 على طول. يبقى السوليوشن 6 يبقى 3. ده لو انت حابب تعمل ميك شور او تشيك ات اوت، يعني انت بتتاكد من الحل بتاعك ان انت كده حالل مظبوط، يبقى انت ان شاء الله ما عندكش مشكله في الانسر بتاعك. طيب جميل قوي، نخش على فكره ثانيه. نمبر 4. نمبر 4 بيقول لك اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 4 ايكوالز 0. طبعا لو حبيت تعمل فاكتورايزيشن مستحيل، لان a تايمز a يديك 4 والسم 2. ما هي ال 4 دي يا اما 2 باي 2 يا اما ال 4 دي 1 باي 4، والصم للاثنين ما يطلعش 2. واحده 2 باي 2 تطلع الصم 4 و 4 باي 1 الصم 5، ما تنفعش. عشان كده نجيب الاي والبي والسي. يلا عايزك تسبقني بقى، يبقى الاي بكام؟ تمام، 1 البي بنيجاتيف 2 السي ب 4. جميل قوي. هنحط الفورمولا الاكس ايكوالز اي اللي لسه ما حفظش يحفظ معايا. ايوه، يبقى نيجاتيف بي بوستبل نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي، كل ده اوفر 2 اي. خلي بالك البي بنيجاتيف 2 وفي نيجاتيف هنا، يبقى بوزيتيف 2 اكتب 2 على طول. بوستبل نيجاتيف روت براكت البي بنيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4 براكت الاي ب 1 والسي ب 4، الكلام ده على 2 باي اي اللي هي 2 طبعا باي 1. لما تيجي تحسب اللي تحت الروت، لو انت كتبت الروت كله يا ابني هيديك ماث ايرور. طبق الكلام اللي بنقوله خطوه خطوه مع بعض. طبعا 4 باي 4 16 نيجاتيف 2 باور 2 ب 4، 4 ماينس 16 يبقى نيجاتيف 12، بقت دي روت نيجاتيف 12. يبقى 2 بوسيبل نيجاتيف روت نيجاتيف 12 على 2. ما عندناش روت بالنيجاتيف في ار. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هيبقى عندنا روت بالنيجاتيف. هندرس بقى الحاجه اللي هي اشمل من الار، الاكبر من الار. عشان كده بقول لك حلقه النهارده مهمه جدا. هقول هنا سنس ان روت نيجاتيف 12 ده doesn't belongs to r. ما انت لو كتبت روت نيجاتيف 12 على الكالكوليتر هيشتمك. يبقى انا ما عنديش هنا روت بالنيجاتيف ابدا. امال تعمل ايه؟ تقول لي doesn't belongs to r، يعني السوليوشن ست يبقى 5. مش تحط لي 5 في ست، لا هي امتي ست، يعني 5 بس كده. يا اما 2 براكتس فاضيين طبعا ما فيش فيهم حاجه. طيب هنا بيقول لك 2x سكوير بلس 3x ماينس 4. مين الاي؟ تمام، ب 2. مين البي؟ 3. من السي بنيجاتيف 4. ممتاز قوي. طب الفورمولا؟ تمام، نيجاتيف بي بوستيف اون نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. ده هيبقى ليه قصه معانا في الدروس اللي جايه كلها. عشان كده بقول لك النهارده ده اهم درس عندك واهم حلقه عندك في منهج الالجبرا. الاكس عندك بنيجاتيف بي يعني نيجاتيف 3 بوستيف اون نيجاتيف روت البي اللي هي 3 بتوين براكت باور 2 ماينس 4 الاي طبعا ب 2 والسي بنيجاتيف 4 على 2 في الاي اللي هي ب 2. طبعا دي هتبقى 9 وطبعا دي هتبقى 8 في 4 ب 32، تبقى دي روت 41. هتبقى نيجاتيف 3 بوستيف اون نيجاتيف روت 41 على 4. هنا اعمل سبليتنج بقى، مره نيجاتيف 3 بلس روت 41 على 4 ومره نيجاتيف 3 ماينس روت 41 على 4. هنا بقى نقف مع بعض شويه. هو طلب منك سوليوشن ست، لا قال لك ابروكسيميشن ولا قال لك حاجه خالص. يعني ما ينفعش حضرتك تكتب مكان الروت ده رقم تاني او تحوله لديسيمال، يبقى رونج. يبقى اور سوليوشن هما الاثنين دول بس اهم. يبقى نيجاتيف 3 بلس روت 41 على 4 ونيجاتيف 3 ماينس روت 41 على 4. عايز اتاكد يا مستر، قلنا موت 5 3 هتطلع معاك الاي والبي والسي. اكتب 2 ايكوالز اللي هي الاي، اكتب 3 ايكوالز تطلع قدامك هنا 3. نيجاتيف 4 ايكوالز نيجاتيف 4 ايكوالز تاني يطلع الاولاني ده، ايكوالز كمان مره يطلع الروت التاني. يبقى انت كده حلك مظبوط، انت بس عملت ميك شور لنفسك. طيب نخش بقى على افكار مختلفه شويه. نمبر 6 هنا بيقول لك عايز السوليوشن ست تو ذا نيرست 1 ديسيمال بليس. ده معناه ان هيطلع عندك روت بالديسيمال حضرتك تعمل له ابروكسيميشن على طول. وعايز تتاكد بالكالكوليتر طبعا، ده انا باكد عليه كل مره مفيش مشكله. طب نفهم مع بعض، هي اكس ماينس 5 على اكس ب 3. طبعا دي كده مش الستاندرد فورم بتاعتي، يعني لازم الستاندرد فورم تبقى اكس سكوير وبعد كده اكس وبعد كده الابسوليوت تيرم ايكوالز 0. هنا الاكس موجوده في الدينومينيتور، اظبطها ازاي؟ اضربها كلها في اكس. يبقى انا هقول كده ملتبلاي ايتش تيرم باي اكس، دي الايكويشن بتاعتي. كل ترم من دول اضربه في الاكس دي. طب لو كان هنا 2x كنت ضربتها في 2x. يبقى هنا بالبنسل باي اكس باي اكس باي اكس زي ما انا عامل كده. وبعدين اكس باي اكس يبقى اكس سكوير.
دي راحت مع دي يبقى نيجاتيف 5. 3 باي اكس يبقى 3 اكس. جميل قوي. يبقى انا خدت الايكويجن دي عملت ملتبلاي اكس عشان الاكس اللي موجوده عندي هنا في الدينومينيتور دي. تبقى دي اكس سكوير، دي راحت مع دي تبقى دي نيجاتيف 5 ايكوالز 3 باي اكس يبقى 3 اكس. طب ما تظبطها شويه بقى، دخل لي 3 اكس هنا يا بخيل جوه. يبقى اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 5 ب 0. بالظبط كده، انت كده ظبطت الدنيا. هتقول لي بقى الاي ب 1، البي بنيجاتيف 3، السي بنيجاتيف 5. ظبطنا الدنيا، ادي الفورمولا. هتقول لي نيجاتيف في يعني نيجاتيف وفي نيجاتيف 3 يبقى بوزيتيف 3 هنا. بوزيتيف اور نيجاتيف روت البي براكت نيجاتيف 3 باور 2 طبعا. ماينس 4 ما تنساش بقى براكت للاي وبراكت للسي لو سمحت، حط 1 وحط نيجاتيف 5. على 2 ملتبلاي ايه اللي هي ب 1. دول هيطلعوا 20 ودول 9 يبقى روت 29. يبقى 3 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 29 اوفر 2. اقف هنا بقى. اعمل سبليتنج خليها 2. مره هتقول لي 3 بلس روت 29 على 2، ومره طبعا انا عايزك بقى تشتغل بالكالكوليتر معايا. يعني اكتب كده 3 بلس روت 29 اوفر 2 يطلع الرقم ده 4.19. وبعدين تعمل ابروكسيميشن تو ذا نيرست 1 ديسيمال. 1 ديسيمال يعني تبص للي بعديه. اللي بعديه 9، ال 9 ده ريتش ولا بور؟ طبعا ده ريتش، ده يزيد. يعني الرقم ده لو 5 او مور ذان 5 تزود 1 هنا. النمبر ده لو اقل من ال 5 ما تزودش حاجه. فالنمبر ده مور ذان 5 تخلي دي 2 على طول، يبقى 4.2. مره بالنيجاتيف 3 ماينس روت 29 اوفر 2 هيطلع الرقم ده على الاله بالكالكليتر. برده دي 9، بص على اللي بعدها اللي هي 2. ال 2 دي بور ما تزودش حاجه، تفضل زي ما هي نيجاتيف 1.9. يبقى اور سوليوشن تقول لي 4.2 ونيجاتيف 1.9 هو ده السوليوشن سيت. طب عايز اتاكد يا مستر، اعمل مود 5 3 زي ما اتفقنا. اكتب لي 1 ايكوالز نيجاتيف 3 ايكوالز نيجاتيف 5 ايكوالز. ايكوالز تاني تلاقي الديسيمال نمبر اللي قدامك 4.19 ده. ايكوالز كمان مره تلاقيها نيجاتيف 1.19. يا رب تكون وضحت. افكار تانيه، عندنا افكار كتيره النهارده. لسه احنا كل ده شغالين في كيس 1 اللي هي الجبريكالي ميثود. طيب ركز بقى كده معايا. في عندنا بقى كيس 2 اللي هي جرافيكالي ميثود. الولد الجميل ده هيتعب معانا السنه دي. طبعا الجرافيكالي ميثود انت درستها بالتفصيل السنه اللي فاتت، اللي هو كنت بتعملها على التيبل على الكالكوليتر اللي هو مود 7. طب انا هفكرك، بص معايا. هو طبعا مش هيقول لك ارسم في الامتحان. امال احنا بندرسها ليه؟ انا بفكرك بس بالجراف، وفي حاجات في الجراف كده احنا محتاجينها، لكن مش مطلوب منك اصلا انك ترسم. دي مش عليك خلاص، يعني مش هيجي لك سؤال في الاي سي انك ترسم، ولكن ممكن تجي لك في الام سي كيو. عشان كده هعرفها لك دلوقتي. بص يا سيدي، احنا عندنا 3 كيسز في الجرافيكال ميثود. كيس 1 ده اسمه مش كيرف يا اولاد، ده اسمه بارابولا. يلا كده ريبيت افتر مي، بارابولا. بارابولا، البارابولا اللي هو الكيرف اللي انتوا بتسموه كيرف ده، هنقول بارابولا بقى، عمل انترسكشن هنا عند ات اكس اكسس ات ال وام، يبقى هم دول السوليوشن سيت. هنا عمل انترسكشن في 2 بوينتس، يبقى 2 بوينتس دول هم السوليوشن سيت. يبقى السوليوشن سيت يبقى سيت اوف ال وام، بس كده خلاص. يعني لو دي نيجاتيف 1 ودي 1 يبقى السوليوشن سيت يبقى نيجاتيف 1 و1. وطبعا الانترسكشن ات اكس اكسس بتبقى الواي ب 0، يعني دي ال و0 ودي ام و0. ممكن تبقى دي 1 و0 ودي، اني اسف، دي نيجاتيف 1 و0 ودي 1 و0. يبقى انت لو على الاكس اكسس تبقى الواي ب 0. يبقى يا اما البارابولا ده يعمل انترسكشن ات 2 بوينتس، يا اما يبقى تاتش للاكس اكسس. لو تاتش للاكس اكسس يبقى تاتش ات 1 بوينت، يعني السوليوشن ست هنا هيبقى ست ال بس. يا اما يبقى البارابولا كله اباف اكس اكسس. اباف اكس اكسس يعني ما عندناش سوليوشن ست، يعني السوليوشن ست يبقى فاي. هم دول الثري كيسز. اللي يهمني في الثلاثه ازاي اجيب الفيرتكس، ودي اللي انا هعرفها لك دلوقتي لانها مهمه جدا في الجراف. يبقى يا اما الانترسكشن في 2 بوينتس يبقى سوليوشن ست ال وام، تاتش يبقى ال بس، اباف اكس اكسس طبعا الكيرف كومبليتلي اباف اكس اكسس، يبقى السوليوشن ست هتقول لي فاي على طول. طيب انا مش هديك سؤال التشوز دلوقتي، انا هدي لك سؤال الايسي. هو عايز السوليوشن سيت جرافيكالي هنا. تعالوا نتناقش مع بعض لو جرافي الاول. بص كده معايا، هنا السوليوشن سيت يبقى ايه؟ هنا البارابولا عمل تاتش ات نيجاتيف 2، صح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا اقدر اقول ان السوليوشن سيت يبقى سيت نيجاتيف 2.
هنا البارابولا above x axis يبقى السولوشن ست، برافو عليكم، تبقى فاي، جميل. هنا البارابولا عمل انترسكشن عند النيجاتيف 3 وعمل انترسكشن عند ال 1، انا باخد الانترسكشن اللي مع الاكس اكسس، يبقى السولوشن ست يبقى نيجاتيف 3 1 بس كده، او 1 ونيجاتيف 3. الترتيب عندنا مش مهم لانها ست، يا رب تكون وضحت. طيب هنا بقى انا عايز جرافيكال السولوشن ست للايكويشن دي ومديك الانترفال دي. احنا كنا بنعمل طبعا مود 7 على الكالكوليتر، لو انت كتبت مود 7، مود 7 هتبص كتب لك كده على الكالكوليتر اف اوف اكس، اكتب بقى انت دي اكس سكوير اللي هو الفا براكت باور 2 ماينس 2 الفا براكت وبعدين ماينس 3 ايكوالز، هيقول لك دخل الستارت، الستارت نيجاتيف 2 اكتب نيجاتيف 2 ايكوالز، وبعدين كتب كلمه اند 4 اكتب ال 4 ايكوالز، ايكوالز تاني تلاقي التيبل ده ظهر قدامك اللي هو النيجاتيف 2 5 نيجاتيف 1 و0 0 ونيجاتيف 3 1 ونيجاتيف 4 2 نيجاتيف 3 3 و0 4 و5. وبعدين ترسم بقى الاكس والواي، كنا بنعمل الاكسيز اهو بالمنظر ده، ادي السكيل 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا. طبعا نيجاتيف 2 وتطلع لحد ال 5، طبعا ال 5 بين ال 4 وال 6. نيجاتيف 1 و 0 يبقى مكانك هنا. 0 ونيجاتيف 3 ادي 0 ونيجاتيف 3 اللي هي بين النيجاتيف 2 والنيجاتيف 4. 1 ونيجاتيف 4 ادي 1 وانزل لنيجاتيف 4. 2 ونيجاتيف 3 ادي 2 ونيجاتيف 3 بين النيجاتيف 2 والنيجاتيف 4. 3 و 0 يبقى هنا، مش تقول لي 3 وارجع ل 0، لا 3 و 0 يبقى مكانك هنا. وطبعا 4 و 5 ارسم بقى البارابولا ده بايدك. جميل جدا. هنا هو عايز السولوشن ست، خلاص الانترسكشن هنا فين؟ ادي نيجاتيف 1 و 3 يبقى هو ده السولوشن ست. في تيست مهم جدا لازم تعمله هنا اللي هو ايه؟ طبعا دول سيمتريك ودول سيمتريك ودول سيمتريك، لازم الكيرف ده يبقى له فيرتكس. دي الفيرتكس اللي هي 1 ونيجاتيف 4. خلاص لان لو مفيش فيرتكس هضطر انا اجيب الفيرتكس، لكن هو مديك الانترفال مفيش مشكله، يبقى السولوشن ست هنا يبقى نيجاتيف 1 و 3. يا رب تكون وضحت. كمان مره اللي ما خدش باله، هنا 4 اكس ملتبلاي اكس ماينس 1 ماينس 5 ايكوالز 0، هنا بقى مش مديني انترفال. انا عايزك بقى تركز معايا كويس قوي، اصل هو لو اداني الانترفال، طب ما دي انا درستها قبل كده وهعملها بالكالكوليتر، ايه الجديد بقى؟ لو انا مش عندي الانترفال، الاول ظبط الايكويشن دي، يعني ال 4x اضربها في x ماينس 1، لان دي مش الستاندرد فورم للكوادراتيك ايكويشن بتاعتنا النهارده. يبقى 4x في x يبقى 4x سكوير ماينس 4x في 1 ب 4x ماينس 5، هي دي الفانكشن بتاعتي. هنا بقى اقدر اجيب الفيرتكس، الفيرتكس اللي هو نيجاتيف v اوفر 2a. خلي بالك ان الفيرتكس عباره عن x وy، الاكس اللي هي نيجاتيف بي اوفر 2 اي. طبعا انت عارف ان الاي هنا قدامك، طبعا الاي عندك ب 4، البي عندك هنا بنيجاتيف 4، السي عندك بنيجاتيف 5. يبقى لما اقول لك الاكس كوردينيت هنا يبقى مين؟ نيجاتيف بي على 2، احفظ الرول ده. يبقى نيجاتيف البي يبقى نيجاتيف 4، يعني يبقى دي 4 على 2 تايمز 4 8 تطلع بهاف. يبقى انا كده جبت مين؟ الاي والبي والسي، اهو اوضحها لك فوق احسن بس تبقى رؤيه واضحه بالنسبه لك. يبقى انت دلوقتي ادي الاي عندك ب 4 والبي بنيجاتيف 4 والسي عندك بنيجاتيف 5. يبقى نيجاتيف في يبقى 4 2 باي 4 اللي هي ايه؟ بتطلع بهاف. بعد ما جبنا الاكس بمنتهى البساطه عوض هنا تجيب الواي، يعني 4 في هاف سكوير ماينس 4 في هاف ماينس 5 بس كده. احسب دي على الكالكوليتر تطلع معاك بنيجاتيف 6. كده يبقى الفيرتكس هاف ونيجاتيف 6. مهمه جدا الحته دي، لو انت هترسمها اهو ادي هاف ونيجاتيف 6، انا هعرفك طبعا، انا هرسمها لك حالا بس هعرفك تعمل، لازم السكيل ده يبقى مظبوط، امشي بقى على السكويرز 1 2 3 وهكذا. ادي هنا عندك نيجاتيف 1 ادي نيجاتيف 2 ادي 1 ادي 2 ادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 لحد نيجاتيف 6 مثلا. هاف ونيجاتيف 6 ادي هاف، انزل لحد نيجاتيف 6 حط بوينت وابدا خد ارقام على يمين، رقمين على يمينك ورقمين على شمالك، وترسم الكيرف بتاعك عشان تعرف الانترسكشن فين. يبقى انا دلوقتي هرسم السكيل اهو، ادي السكيل طبعا اهو، ادي الهاف اهي، خدت رقمين على يمين الهاف 1 و 2 ورقمين على شمال الهاف اللي هو زي لاب الهاف يعني 0 ونيجاتيف 1. حط نيجاتيف 1 هنا وهنا تطلع ب 3، حط 0 هنا وهنا تبقى نيجاتيف 5، حط هاف عملنا نيجاتيف 6 خلاص، حط 1 هنا وهنا هتطلع بنيجاتيف 5، حط 2 هنا وهنا هتطلع ب 3. يبقى ده الفيرتكس بتاعك، يبقى احنا كده تمام زي الفل. ارسم بقى الاكسس بتاعتك اهي،
ادي نيجاتيف 1 اطلع 3، ادي 0 انزل نيجاتيف 5، ادي هاف في النص هنا انزل لحد نيجاتيف 6، 1 برضو ونيجاتيف 5. هنا عندك ال 2 اطلع 3، ارسم البارابولا بايدك. فين بقى السوليوشن ست هنا؟ هنا بقى لازم تقرا كويس قوي الديسيمالز اللي قدامك، يعني تقريبا دي نيجاتيف، طبعا هنا دي هنا كده نيجاتيف 1 لحد هنا، دي نيجاتيف 0.5 يعني تقريبا نيجاتيف 0.7 مثلا. خلاص كده يبقى دي تقريبا نيجاتيف 0.7. ركز معايا كويس قوي احنا بنقرا ازاي. هنا عندك 1 دي 1.5 دي قبل 2 ب 1 2 3 يبقى 1.7 اهو، يبقى هم دول الروتس او هم دول السوليوشن ست. يبقى السوليوشن ست هتقول لي نيجاتيف 0.7 1.7. خلاص طبعا انت ممكن تتاكد بالكالكوليتر، اعمل بقى مود 51 او مود 53 اسف، اكتب 4 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 تطلع 0.7 بالنيجاتيف 1.7. ادي القصه بتاعتك بمنتهى البساطه. لسه في افكار تانية معانا على الجرافيكالي ميثود، ركز بقى كويس كده لو سمحت. بص يا سيدي، عندنا بقى ام سي كيو مسائل كتيره جدا، هناخد بقى على الالجبريكالي ميثود والجرافيكالي ميثود، ده بارت 2 في حلقه النهارده. ركز بقى كويس لان عندنا مسائل جراف وعندنا مسائل كتيره على اللي احنا درسناه. الايكويشن اللي قدامك دي كده اوف وات ديجري، يلا معايا كده، اكس باي اكس ماينس 1 باي اكس بلس 2 ايكوالز 0. يا ترى الايكويشن دي اوف وات ديجري؟ هتقول لي والله يا مستر الايكويشن دي سكند ديجري. لا، اضرب الاكس في الاكس في الاكس، اكس باي اكس باي اكس يبقى اكس باور 3 يبقى ثيرد ديجري. انت اعلى باور للاكس هو ده الديجري بتاع الايكويشن، فخلي بالك. طيب اسئله كتير بقى. بص يا سيدي، هنا السوليوشن ست الاكس سكوير ماينس 1 بزيرو ان ار، يا مستر الكلام ده كله درسناه، ما انا قلت لك ده اهم درس بالنسبه لك في منهج الالجبرا السنه دي في الترم الاولاني، فهمته كويس اللي جاي ان شاء الله هيبقى في منتهى الجمال. لكن بلاش تعتمد على الكالكوليتر، اعمل ميك شور انا عايز اشغل دماغك يا سيدي في الامتحان، يبقى استخدم الكالكوليتر زي ما انت عايز، بس اهم حاجه الكونسبت يبقى في دماغك. هنا اكس سكوير ماينس 1 بزيرو، خلاص يبقى اكس سكوير هطلع ال1 بره، خد الروت يبقى الاكس بكام؟ يا مسطول 1 ازاي؟ قلنا بوسيبل نيجاتيف 1 لان انت شغال هنا في ار. طب هنا اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 9، دي فاكتورايزيشن او تشتغل بالفورمولا، هي سهله، يعني اكس سكوير اكس باي اكس، ال 9 3 باي 3، اللاست بوزيتيف، الاثنين زي الميدل، خلاص يبقى مره كفايه براكت واحد بس، اكس ماينس 3 ب 0 ده معناه ان الاكس ب 3، يبقى اور سوليوشن يبقى ست 3. طب عايز اجيب السوليوشن ست اكس سكوير ماينس اكس ب 0، اوعى تعمل ديفايدد باي اكس، انت لو عملت ديفايدد باي اكس يبقى انت كده حذفت فاليو، حذفت سوليوشن، امال ايه؟ خد اكس كومن فاكتور من الاثنين دول، هنا اكس باور 2 يبقى اكس، هنا خد اكس كومن يبقى 1، الكلام ده ب 0. هنا يبقى عندك حلين بقى، مره الاكس ب 0 ده حل، ومره اكس ماينس 1 ب 0، يعني الاكس هنا هتبقى ب 1. وخلي بالك دايما تقرا الكونديشن ده عشان ساعات بيغيروا، ساعات يقول لك ار بوزيتيف، ساعات يقول لك ار نيجاتيف، ساعات يقول لك ار ستار، ساعات يقول لك ار، قال لك ار يبقى 0 1، يبقى انت هتختار اللي هنا طبعا نمبر سي. نمبر 4 عايز السوليوشن ست اكس سكوير بلس 3 اكس، ركز في ار ستار، ار ستار دي اللي هي ار بس ما عدا الزيرو، يعني الزيرو مش معاك. برضو هاخد الاكس كومن هنا، هيبقى معانا هنا اكس بلس 3، الكلام ده ايكوالز 0. هنا يطلع في تو سوليوشنز بقى، مره اكس ب 0 ادي حل، ومره اكس بلس 3 ب 0. طبعا اكس بلس 3 ب 0 يبقى الاكس بنيجاتيف 3. هتقولي السوليوشن ست ايه؟ 0 ونيجاتيف 3؟ اقول لك يا مسطول، الار ستار يعني كل الار الا الزيرو، يعني الزيرو ده مش معاك، يبقى نيجاتيف 3 بس هو السوليوشن ست. هنا طالب منك النمبر اوف روتس، الروتس اللي هو السوليوشنز يعني، لاكس سكوير بلس 9 ايكوالز 0، يا ترى دي ليها كام سوليوشن او ليها كام روت؟ هتقول لي اكس سكوير هطلع ال 9 بره بالنيجاتيف، خد الروت يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت نيجاتيف 9. خلي بالك انت ما عندكش روت نيجاتيف 9، يعني السوليوشن ست هنا يبقى فاي، يبقى في كام روت هنا؟ زيرو روتس، عدد الروتس هنا يبقى زيرو، مفيش روتس اصلا. نخش في الجد بقى، النسيسري كونديشن which makes الايكويشن دي ax سكوير بلس bx بلس c ايكوالز 0 عشان دي تفضل كوادراتيك، يا ترى الاي تبقى اكبر من الزيرو، اقل من الزيرو، نوت ايكوالز 0، نوت ايكوالز 0، والبي كمان نوت ايكوالز 0.
طبعا احنا قلنا ان السيسري كونديشن اول ما بدأنا حلقة النهاردة يا ابطال، قلنا الشرط اللي هو ايه؟ برافو عليكم، ممتازين يا شباب. لازم الايه ما تبقاش بزيرو، لان لو الايه بزيرو هتبقى لينير، مش هتبقى كوادراتيك. نمبر 7 هنا بيقول لك if one of the roots للايكويجن دي x سكوير ماينس 16 4، ايه الروت الثاني؟ يبقى ايه؟ خلاص طلع ال 16 بره، يبقى x سكوير ب 16. يلا خد الروت، يبقى الاكس 4 ولا بوسيبل نيجاتيف 4؟ يبقى بوسيبل نيجاتيف 4. انت خدت ال 4 خلاص، يبقى الروت الثاني هيبقى نيجاتيف 4. طب هنا الاكس ايكوالز 3 از ا روت للايكويجن دي. طبعا الاكس ب 3، يبقى عوض عن الاكس هنا ب 3 عشان تجيب الام، يعني 3 باور 2 هتبقى دي 9. m في 3 تبقى 3m، الكلام ده ايكوالز 3. يبقى 3m هنا ايكوالز ايه؟ طلع ال 9 بره، 3 ماينس 9 بنيجاتيف 6، اعمل ديفايدد باي 3 هتبقى الام بتاعتك بنيجاتيف 2. يبقى انت هتختار لي نمبر بي. كمان مره الاكس ايكوالز نيجاتيف 1 از 1 اوف ذا روتس للايكويجن دي، يا ترى الكيب كام؟ حط الاكس بنيجاتيف 1. طبعا بدماغك بقى على طول، مش لازم تعمل ستيبس كتيره في التشوز. نيجاتيف 1 باور 2 تبقى 1. كيف نيجاتيف 1 بنيجاتيف كي؟ ماينس 6 ايكوالز 2 كي بلس 4. كل اللي عملته حطيت نيجاتيف 1 باور 2 ب 1. كيف نيجاتيف 1 بنيجاتيف كي؟ وكتبت كل حاجه زي ما هي. طبعا دي 1 ماينس 6 هتبقى نيجاتيف 5. نيجاتيف كي ايكوالز 2 كي بلس 4. حل بقى. هات لي الكي هنا. يبقى 3 كي، يبقى في ايكوالز، ادي 3 كي هنا. هات ال 4 الناحيه دي. يبقى نيجاتيف 5 نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 9. اعمل ديفايدد باي 3 هتبقى الكي بتاعتك نيجاتيف 9 اوفر 3، هتطلع بنيجاتيف 3. يبقى انا هختار نمبر بي. يلا معانا نمبر 10. خلي بالك الصفحه اللي جايه دي مهمه قوي. هنا بيقول لك الاكس ايكوالز 4 از 1 اوف ذا روتس للايكويجن دي. يا ترى الام بقى بنيجاتيف 3 ولا الام ايفن نمبر ولا 1 ماينس ام بيرفكت سكوير ولا ال A وال C are both right، يعني دي ودي هما اللي صح. يبقى لازم اجيب ال M الاول. حط ال X في 4 هنا، 4 باور 2 16 زي ما اتفقنا. M في 4 يعني 4M، الكلام ده equals 4. طلع 16 بره، يبقى 4M 4 minus 16 يبقى negative 12. اعمل divided by 4 يبقى ال M بنيجاتيف 3. يبقى ال M بنيجاتيف 3 دي acceptable. هل ده even number؟ لا. هل 1 ماينس ام بيرفكت سكوير يا اولاد؟ يعني نمبر ليه روت؟ يعني لو قلت لك مثلا 4 ده بيرفكت سكوير ولا لا؟ تقول استنى، هو روت 4 بكام؟ ب 2، يبقى بيرفكت. لكن ال 6 بيرفكت ازاي يا مسطول؟ هو روت 6 ب 3 برضه؟ روت 6 ما اعرفش. ال 5 مش بيرفكت، ال 7 مش بيرفكت، ال 9 بيرفكت لان روت 9 ب 3. يا ترى بقى 1 ماينس ام دي بيرفكت؟ ما الام بنيجاتيف 3، يعني 1 ماينس نيجاتيف 3 اللي هي 4. طب ما الفور ده بيرفكت عشان ليه روت، يبقى الاي والسي مظبوطين. يبقى انا هختار طبعا نمبر دي. الكومن روت للتو كوادراتيك ايكويشنز دول يطلع ايه؟ هنا في روت كومن للاثنين. طبعا سؤال زي ده ممكن تستخدم الكالكوليتر. موت 5 3 تطلع الاكس ب 1 هنا وتطلع الاكس ب 2. موت 5 3 هو المفروض طبعا لو عملت الدي فاكتورايزيشن هتبقى دي 2 اكس ماينس 1 في اكس ماينس 2. هتطلع برضو هنا بهاف و2، يعني الاكس هنا هيبقى برضو بهاف، الاكس هنا هتبقى بهاف، والاكس هنا تبقى ب2. طيب مين الكومن في الاثنين؟ الاكس ب2 هنا والاكس ب2 هنا. يبقى انا هختار نمبر ايه؟ هو ده معنى الكومن. ايوه الكومن روت. هنا الاف اوف اكس، السؤال ده جميل قوي. اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي. الاكس ب2 از ا روت للايكويجن الاف اوف اكس ايكوالز 0، يبقى الاف اوف 2 بكام؟ السؤال ده جميل جدا. لما جينا شرحنا الجرافيكالي ميثود احنا قلنا مثلا اهو تعالى كده، لو جينا عملنا البارابولا بتاعنا كده، قلنا البوينت دي مثلا 2 0 ودي نيجاتيف مثلا 2 0 هنا. طبعا ده السوليوشن ست، ما الاف اوف اكس ايكوال 0 هنا، يبقى الاف اوف 2 يبقى الواي ب 0، يبقى الاف اوف نيجاتيف 2 يبقى الواي ب 0. فلما اقول لك هنا الاف اوف 2 والاكس دي روت، يبقى الاف اوف 2 لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع ب 0، يعني الواي بتاعتها هتبقى ب 0. لسه في افكار تانية معانا على ليسون 1. انا جايب لك افكار كتير النهارده عشان يبقى الموضوع ان شاء الله بالنسبه لك يبقى جميل. طيب هنا مدي لك برضو جراف، عايز السوليوشن ست لو الاف اوف اكس ايكوال 0.
هنا البارابولا اباف اكس اكسس يبقى السولوشن 6 كام يا ابطال؟ اسمع رد. تمام، يبقى فاي. برافو عليك. اباف اكس اكسس يبقى السولوشن 6 يبقى فاي. طب هنا البارابولا عمل تاتش ات نيجاتيف 2، يبقى السولوشن 6 يبقى جدع نيجاتيف 2 اللي هي دي. طبعا دي اوردر دي بيردي مش بتاعتنا دي. دي لو انا بحل 2 ايكويشنز، لكن انا بحل كوادراتيك ايكويشن، يبقى السولوشن 6 يبقى نيجاتيف 2. نمبر 15 هنا البارابولا عمل انترسكشن هنا وهنا، يبقى السولوشن 6 يبقى نيجاتيف 3 1. يا ترى نيجاتيف 3 1 دي ولا دي؟ برافو عليكم ست. انا مالي ومالي الانترفال، احنا مش شغالين انترفال، يبقى ست اوف نيجاتيف 3 1. طيب هنا بقى ده سؤال مهم جدا بقى، يا ترى في الرسمه اللي قدامنا دي اللي هي اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، which of the following is true؟ طبعا خلي بالك لو البارابولا، يعني انت عندك لو الاي دي ناخدها كده، لو اكبر من الزيرو هتلاقيه عامل كده اوبن ذا ابورد، لو الاي اقل من الزيرو يبقى اوبن داون وورد. طيب هنا انت عندك الكيرف اوبن داون وورد، يبقى لازم الاي ده هي تبقى اقل من الزيرو. فين الاي اقل من الزيرو؟ يبقى دي لا ودي لا، يبقى انا هختار يا دي يا دي، يبقى الاي اقل من الزيرو والاي اقل من الزيرو. طب السي بقى، هو هنا عمل انترسكشن في الفيرست كوادرانت يعني اباف اكس اكسس، فبالتالي السي هنا تبقى اكبر من الزيرو، عشان كده انت هتختار نمبر كام؟ نمبر سي. لكن لو كان نزل تحت بيلو اكس اكسس كنت اخترت دي، يبقى انا اقول السي هنا اكبر من الزيرو. هنا الفوليوم بتاع الكيوبويد اللي قدامك ده 40، عايز يعرف الاكس. كلنا عارفين قانون الفوليوم اللي هو اللينث في الويدث في الهايت، يبقى اضرب الثلاثه دول في بعض، يبقى 2 في اكس في اكس بلس 1، اهو 2 في اكس في اكس بلس 1، الكلام ده ايكوالز 40. ممكن اعمل ديفايد باي 2 عادي، يبقى اكس في اكس بلس 1 ايكوالز 20. اضرب بقى الاكس في الاكس باكس سكوير، اكس في ال1 باكس، ودخل ال20 ايكوالز 0. اعمل بقى فاكتورايزيشن تو براكت، سهله خالص اهي، اكس واكس. طبعا ال20 اللي هي 4 باي 5. اللاست نيجاتيف الجريتست ياخد زي الميدل، مين الكبير في دول؟ هتقول لي ال5 اكبر، يبقى ده عكسه. تبقى الاكس ماينس 4 ب 0 يعني الاكس ب 4، وطبعا الاكس هنا بنيجاتيف 5 طبعا ده ريفيوزد. ليه؟ لان ده لينث، وفي لينث بالنيجاتيف، يبقى الاكس بتاعتك تبقى 4. يبقى انت طبعا هو كان طالب الاكس، دايما تقرا السؤال اللي تشوز، لان ساعات يطلب منك اللينث، يبقى 4 بلس 1 يبقى ده 5، ويبقى ده عندك 4 ويبقى ده 2. اضرب بقى 5 في 4 في 2، لو طلع ب 40 يبقى صح، 5 باي 4 20 باي 2 يبقى 40، يبقى انت كده حلك مظبوط. كده يا ابطال يبقى احنا خلصنا مع بعض النهارده ليسون 1 في منهج الالجبرا. يا رب يكون الدرس اتفهم كويس. عايزك بقى تسمع الفيديو كده بهدوء وتبدأ تحل الاكزامبلز اللي احنا اخدناها النهاردة، سواء الاي سي او الام سي كيو، مع نفسك تاني، وتنتظرني ان شاء الله في الحلقة الجاية عشان نبدأ بقى رحلة الكومبلكس نمبر الجميلة جدا. تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.